عبد الله بسألك سؤال، بس قولي صدق. أنا أول أحلى ولا الحين لما تزوجني صرت أحلى؟ أنا ما أقدر أعيش بدون بنتي، وين ما تعيش بنتي بعيش معاها. وبعدين عبد الله طلبها للزواج وأنا وافقت، هو ولد عمها وحق فيها. خالتي شفيت، تدرين أنا أحبها ومكلمت عليها من زمان. يا أحمد ليش مو راضي تقتنع إن بنتي تعدك مثل أخوها؟ وبعدين الزواج قسمة ونصيب. إيه بنروح العمرة. يلا زين أخليك. شو أسوي فيه هذا؟ أقول لبنتي ما تبيك يقول لي حاولي. يا ربي شو البلشة؟ صدقين الحجاب وايد حلو عليك. صدق؟ المكان وايد مريح، ودي طول عمري عايشين. بعد ما يبي له اكيد المكان وايد شرح. الحمد لله. عبد الله بسألك سؤال، بس قولي صدق. انا اول احلى ولا الحين لما تزوجني صرت احلى؟ تبين الصدق؟ يعني صدق صدق صدق؟ ايه ابي الصدق. الحين احلى. أصلاً أنا ودي الزمن يوقف فيني. أنت من دشيتي حياتي غيرتي حياتي، خليتي فيها طعم. أصلاً نسيت المرض. أنا ما أقدر أعيش من غيرك. الله يحفظك لي. يو تو. يلا دخلنا. يلا. عبد الله، عبد الله ليه متى هالكتمان؟ ترى حاسة فيك، أحس في كل شيء، حتى نظرة عيونك الحين حاسة فيها تقولي أحبك. بس أنت ما تدري أنا إيش كثر أحبك. أنا أحبك وأموت فيك وأعشقك. أنت أصلاً الهوى اللي أنا أتنفسه. الله لا يحرمني. ولا يحرمني منك. أرجع وأقولك ولا يحرمني منك ثاني مرة حبيبي. بليز لا تقعد تضيق خلقك وتضيق خلقي، ولا تخليني أتحسس من أي كلمة أقولها ممكن أنك تفهمها غلط أو أني أجرحك فيها. عبدالله هي شو السالفة؟ خلاص إحنا كلنا لما راح نيجي شهر العسل ما راح نسولف إلا بسوالف حلوة. شهر بس تعالي تعالي، انت شلون تقولي لي هي؟ يا عادي حبيبي. شنو يعني؟ حبيبي اقول لك هي وكيفك كذا؟ مو عاجبك طق راسك بالطوفه. اخذي راحتك. يلا مشينا. اوكي لا تطيح امسكني. ثانك يو. هلا ام انور حياك الله، نورتي البيت. الله يحييك يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة عبد الله. الله يسلمك. ريحابة انت قلتي حق
قلت حق طه عن موضوع زواجنا؟ لا ما قلت له. عبد الله انت ليش خشيت عنه موضوع المرض؟ ما انا بتاكد من الموضوع بس ترى لا تحاتون انا ما فهمت شيء. انا بس شويتين رجفه وسان شيء ذكي شويه بس ما ايوه انا بروح مشوار ارجع اختي امك وراحي. وانت بتروح؟ بعدين اكل. حياكم الله نورتونا. مشكوره رحاب حبيبتي ما قصرت. اما تعالي اوريك دارج فوق ان شاء الله. راح خذي راحتك عاد البيت بيتك. الله يسلمك فوز. خلي شو من حبيبتي ان شاء الله. مارلين كام بليز تيك ذيس باكس ها تيك ات اب. عيونك وانت تدورين عن هالمرض خلاص عبد الله صار ريلك. يما المشكله كل شيء قاعد اقراه ما يبشر بالخير. بكتب اي واحد يعاني منه ما يعيش.